سلمى، إذا كنت ضمن لجنة تقييم القدرات الفنية والتمثيلية لنجوم هلأ صاعدين أو جدد أو شباب، بدي أعطيك ثلاث أسماء من هالنجوم الشباب، تختار الأهم برأيك وبدون ما تحس بإحراج: معتصم النهار، محمود نصر، أم وائل شرف؟ هلا لأقول لك شغله، مشان ما أنا أكون الثلاثة يعني هن ممثلين، وكل مين مثلا اشتغل بعمل بشخصية كان هو بطل وكان متميز، يعني معتصم وقت اشتغل بالمهلب كان كتير، محمود نصر بالندم بأعمال كان كتير مهم، وائل شرف إله يعني، فما بدي أهضم أي حدا. الأقرب لشخصيتك أنت، لنظرتك للتمثيل؟ كلهم بحبهم يعني، معتصم بحبه وهلا. شروط اللعبة بتقول بدك تختاري واحد. أنا بقول محمود نصر. محمود نصر، تحية لمحمود نصر. برأيي أكثر نجمة شابة بتستاهل دور بطولة أولى، رح أعطيك ثلاث أسماء: دانا مارديني، ديما بياعة، أم ليليا الأطرش؟ هلا دانا طبعا اشتغلت أعمال بطولة ويعني اشتغلت كتير أعمال، فما بينحكى يعني مشانه، بس ديما خليت ترجع. أنا بنت أختك؟ غض النظر. العاطفة اشتغلت هون ولا لا؟ أكيد اشتغل عاطفة، لأنه ديما لسه يعني انقطعت فترة، فهلا رجعت عم ترجع تشتغل يعني، اشتغلت أعمال، اشتغلت شغلات كتير، بس هلا بتستاهل إنه تعمل شيء إلها بقى. الممثلة اللي قدمت دور الأم باحتراف أثر عند الناس: صباح الجزائري، وفاء مصلي، أم سلمى المصري؟ ثلاثة مبدعات، انتبهي، ثلاثة رائعات. صباح الجزائري. بين الحالات ثلاثة بتختاري: مال بس شعور باللا أمان، شهرة بس مع فقر، فقر بس المهم الصحة تكون منيحة. هي هو إذا ما في صحة ما في شيء، لا حتى فقر مع الصحة منيح. صحة أكيد. إذا كنت سلمى مجبورة تتخلي عن أمر واحد، بتخلى عن اسمي، الماضي اللي عشته، ممتلكاتي، مجبورة. ممكن ممتلكاتي، بس اسمي لا، الماضي اللي عشته صعب تخلى عنه، لأنه هو اللي هو. أنت أنا لو تعرضت للخيانة من زوج أو حبيب، بعاتبه، برجع بسامحه، فل وبلغي من حياتي، بسكت وبعمل حالي لا شفت ولا أشعت؟ مش عارفة، صعب اسكت. فل، تلغي من حياتك. تعرضتي للخيانة بحياتك؟ لا. لا الحمد لله. تعرضتي لخيانة صديقة أو صديق؟ مش بالضرورة حبيب، لأنه الخيانة خيانة. لا. وقع صعب. لا. خنت حدا شي مرة أنت؟ أنا ضد الخيانة بكل أشكالها، سواء الصداقة، سواء بالعمل، سواء بأي شيء. أي خيانة مش مغفورة، خيانة مغفورة أبدا، خيانة الناس لبعضها أم خيانة الإنسان لوطنه؟ طبعا خيانة لوطنه، لأنه إذا خان وطنه بيخون كل شيء، هو بيكون خان أهله وخان حاله. الوطن شغلة كبيرة. إذا وقعت على عمل واكتشفت أنه دوري أصغر من الاتفاق، بوقف التصوير، ما برجع أبدا، بوقف التصوير ليعدلوا الدور، أم كف تصوير وما برجع بتعامل مع ذات الشركة؟ لا بوقف، بيتعدل الدور يعني، إذا في اتفاق على هذا الشيء لا بوقف وبيتعدل. اسمي على جنريك المسلسل بالأول وما بساوم هالموضوع، قبل أي ممثلة من جيلي ما بفكر بالجنريك وما بهتم. لا أنا بحس أنه أي الاسم كيف بده ينحط هو تكريم للفنان،
يعني هلا ممكن في ادوار بطوله لحدا ثاني وانا اكون ضيفه، فاكيد ما راح اقول لهم انه لازم اكون، لانه بدك تعطي كمان المجال والدور لحدا ثاني. فانا يعني بعد هالفتره صار اسمي معروف، ووين ما انحط